نعاود الاتصال بأمين سر مجلس الشيوخ الثورة عشائر الثورة العراقية الشيخ يحيى السنبل. الشيخ يحيى، قبل انقطاع الاتصال كنت سألتك أنه بعد عودة خدمة الانترنت بشكل جزئي ظهرت مقاطع مصورة تؤكد انتهاكات من قبل القوات الحكومية بحق المتظاهرين، كيف ترى هذه الانتهاكات؟ أخي الكريم، لقد اختارت الحكومة العراقية طريق القمع والتنكيل ومواجهة الجماهير الغاضبة المطالبة بحقوقها بالقتل والاعتقال والإجرام الذي شاهده العالم كله، مما يدل أنها ليست صاحبة القرار في تنفيذ أي من حالات الإصلاح أو تنفيذ مطالب الجماهير. لذلك اختارت هذا الطريق وسخرت كل إمكانياتها من أجل إسكات صوت الشعب، خدمة لمشروع الفساد الكبير التي ترفض فيه هذه الأحزاب القيادات التي فرضت على الشعب والتي جعلت من العراق وإمكاناته مسخرة لخدمة المشروع الإيراني الذي جعل من العراق منطلقا لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. نعم شيخ يحيى، يعني اللجان المنظمة للتظاهرات في تقريرها قالت بأن عدد الشهداء وصل إلى 311 شهيدا والإصابات وصلت إلى أكثر من 9000 مصاب برصاص القوات الحكومية طبعا كما جاء في البيان، بينما الأرقام الحكومية يعني جاءت أقل من ذلك بخمس مرات، كيف تقرأ هذه الأعداد المتناقضة بين الواقع وبين أرقام الحكومة؟ الحكومة العراقية تحاول إخفاء جرائمها تجاه هؤلاء المتظاهرين السلميين وتقليل أعدائهم، بل إنها قد رمت مسؤولية العنف والقتل على طرف ثالث دون أن تتجرأ على أن تسميه. لذلك فإن المتظاهرين وبيانات المتظاهرين والمراكز الصحية والمستشفيات ومراكز الطب العدلي هي من تنطق في الحقيقة في أعداد الشهداء والجرحى. وأنا أؤيد ما ذهب إليه بيان الجهة المنظمة للتظاهرات بأن الشهداء قد طارق حتى ما يقرب من 400 شهيد في محافظات العراق ضد الفساد وضد الوجود الإيراني في العراق. نعم، هناك حديث شيخ يحيى عن بين المتظاهرين والناشطين عن أن غرفة عمليات إيرانية في منطقة الكرادة هي من تقود عمليات قمع التظاهرات، كيف تقرأ لو صح هذا الشيء؟ حسنا أخي الكريم، مما يدل على أن الحكومة العراقية تعلم في هذه الغرفة ولا يمكن إعفاها عن مسؤوليتها في الحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين. وغرفة العمليات الإيرانية جاءت خوفا من فقدان العراق الذي تعتبر موارده جزءا من موارد إيران، فهي تستلم أكثر من نصف الخزينة العراقية لتمويل برامجها الصاروخية والهووية وتجهيز أذرعها الميليشياوية سواء اليمن أو في العراق أو في البحرين أو في سوريا أو في لبنان. لذلك إيران في وضع أنها تخشى أن تفقد العراق وتفقد بذلك هذه الموارد الكبيرة، لذلك هي ترعى مشروع الفساد الكبير في العراق الذي يدر عليها مئات المليارات من الدولارات بشكل شهري وسنوي، ويعتبر رافد مهم لتنفيذ برامجها. نعم. رغم وجود الحصار الأمريكي على موارده المفروض عليها. نعم، اللجنة المنظمة للتظاهرات دعت إلى تظاهرات حاشدة يوم غد الجمعة وأطلقت عليها اسم وفاء لدماء الشهداء، برأيك هل نحن أمام موجة جديدة من التظاهرات ومن الانتفاضة الشعبية ضد الفساد الحكومي يوم غد؟ لا
ما دام هناك حكومة غير قادرة على اتخاذ القرار وإنها تمارس عمليات خداع وكذب ابتداء من مسرحية ممثلي التظاهرات الذين جلسوا في مجلس النواب والذين ثبت أنهم لا علاقة لهم بالتظاهرات لا من يمين ولا من يسار، إضافة إلى عدم أي اتخاذ أي قرار دروع في إصلاح الوضع الاقتصادي العراقي، إضافة إلى أن الوضع السياسي العراقي هو وضع أصبح العراق في موقع التابع الذليل لإيران، لذلك قيادة أو الحكومة غير قادرة على انتشال العراق من وضعه الكارثي، فهي تحاول نعم أن تمارس العنف والإجرام لإسكات صوت الشعب للإبقاء على هذا المشروع كما أسلفت في سؤالك الثاني، ولكن أيضا أنا أقول بأن الشعب مصر إصرارا كاملا على تغيير الوضع السياسي في العراق. العراق لم يأخذ دوره كدولة استراتيجية مهمة في المنطقة، لا يصح أن يكون تابعا ذليلا للمشروع الإيراني ويهدد الأمة أو يهدد الأمن الإقليمي والدولي. نعم، الأمين أمين سر مجلس الشيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى السمو كلام معنا، شكرا جزيلا لك.